ارتجاع المريء أو الارتجاع المعدي المريئي هي حالة مرضية ينتج عنها تدفق حمض المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وذلك نتيجة حدوث خلل في العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يتسبب في حدوث ارتجاع حمضي خفيف مرتين على الأقل في الأسبوع، أو قد يكون متوسط أو حاد. لكن هل من الممكن لارتجاع المريء أن يتسبب في ظهور بعض المشكلات النفسية؟ وما هي أعراض ارتجاع المريء النفسية؟ إليكم الإجابة في هذا الفيديو. أولاً، القلق والاكتئاب. قد يكون ارتجاع المريء عاملاً مساهماً في تزايد شعور البعض بالقلق والتوتر والاكتئاب، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بمشكلة ارتجاع المريء قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالقلق والاكتئاب. كما توصل بعض الباحثين في عام 2019 إلى أن الأشخاص المصابين بارتجاع المريء ويعانون من ألم في الصدر كانت لديهم معدلات أعلى بكثير من القلق والتوتر. يمكن أيضاً أن تحدث للمريض نوبات من الشعور بالخوف الشديد والهلع عندما تبدأ الأعراض الشديدة لارتجاع المريء في الظهور، وقد تتضمن أعراض تلك النوبات تزايد ضربات القلب وصعوبة القدرة على التنفس. ثانياً، اضطرابات النوم. من أعراض ارتجاع المريء النفسية مشكلات متعلقة بالنوم، إذ أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن بعض المرضى المصابين بمشكلة ارتجاع المريء كانت نسبة إصابتهم بمشكلات النوم مرتفعة نسبياً. قد يواجه البعض المعاناة مع أعراض ارتجاع المريء والتوتر النفسي من وقت لآخر، ولكن عندما تصبح أعراض الارتجاع والتوتر النفسي تحدث بشكل منتظم، فإنه من الضروري العمل على علاجها أو منع حدوثها حتى لا تتفاقم الأعراض. بالإضافة إلى أن هناك بعض الخطوات التي يمكن تجربتها في المنزل قبل أن يوصي الطبيب بالعلاج الطبي، مثل تجنب الأطعمة التي قد تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، مثل الفلفل الأسود، الثوم، الحمضيات كالليمون والبرتقال والطماطم، وتجنب الإفراط في تناول الطعام. ويفضل تناول 5 وجبات صغيرة يومياً بدلاً من تناول 10 وجبات كبيرة. في النهاية، سواء كانت أعراض ارتجاع المريء نفسية أو جسدية، أحرص على استشارة الطبيب بشأن هذا المرض دون تأخير، لا سيما في حالة مواجهة نوع من الصعوبة عند محاولة بلع الطعام الصلب أو الأدوية، أو عند الإصابة بحرقة معدة حادة قد تتسبب في ظهور أعراض خطيرة مثل التقيؤ المصحوب بدمائه. وأيضاً عند الشعور بألم في الصدر ترافقه أعراض أخرى مثل انقطاع النفس والتعرق وعدم انتظام نبض القلب.